نذهب إلى الناصرة وعبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، أي معلومات متوافرة لديك؟ وأيضا الرواية الإسرائيلية، الجيش أعلن عن هذه الاستهدافات، هيئة البث أيضا تتحدث بأن الجيش قصف 8 مواقع على الحدود بين سوريا ولبنان. صحيح أحمد، نتحدث عن تصعيد عمليات واضح يستهدف هذه المرة معابر حدودية وفق الإعلام الإسرائيلي الذي يحتفي ونستطيع أن نقول يتناول باهتمام منذ أكثر من نصف ساعة مسألة الغارات على المعابر الحدودية اللبنانية السورية، ولكن بيان الجيش الإسرائيلي الرسمي صدر فقط منذ دقائق وأكد وجود هذه الهجمات، لم يحدد المواقع الدقيقة والمعابر الدقيقة التي قصفت، وأيضا لم يتحدث عن عدد الغارات التي شنت، لكن هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن 8 معابر بين لبنان وسوريا، وبالتالي هذا التصعيد يعتبر في توجيه الضربات والغارات والاعتداءات الإسرائيلية إلى البنية التحتية. الهدف من التصعيد وفق رواية جيش الاحتلال هو منع تصدير أو تهريب السلاح من الأراضي السورية إلى لبنان. سبق لجيش الاحتلال أن شن غارات واسعة على الشاحنات وعلى مواقع مختلفة داخل سوريا لذات الحجة التي استخدمت في هذا البيان، وأحيانا حتى استهدف شاحنات ومواقع قريبة من الحدود السورية اللبنانية في الجانب اللبناني على جانبي الحدود طيلة الفترة الماضية، سواء كان ذلك في فترة التصعيد بعد الفترة الأخيرة أو حتى قبل التصعيد القائم خلال الحرب المندلعة الحرب المدمرة على غزة، وبموازاتها التصعيد القائم على الجبهة الشمالية منذ 8 أكتوبر، استهدفت شاحنات ومواقع لحجة تهريب الأسلحة من الجانب السوري إلى الجانب اللبناني، بل وتعود هذه العمليات إلى فترة ما قبل 7 أكتوبر من خلال الاستهدافات الإسرائيلية. بالتالي نتحدث هذه المرة عن تصعيد، ولكن عن تصعيد في الأهداف المستهدفة بعد أن كانت الولايات المتحدة قد طلبت من جيش الاحتلال أو من الحكومة الإسرائيلية عدم توسيع الضربات لتشمل أهداف تتعلق ببنية تحتية لبنانية تتبع للدولة اللبنانية، ولكن ما نراه اليوم مختلف عما كان قد طلبته الإدارة الأمريكية وما رفضت حكومة نتنياهو التعهد به أمام إدارة بايدن حين رفضت التعهد بعدم الإضرار بالبنية التحتية واكتفت بالقول في حينه قبل يومين إنها في هذه المرحلة لا تستهدف هذه البنية، ولكن هي لم تستبعد أبدا استهداف البنية التحتية اللبنانية التي تعود للدولة اللبنانية خلال التصعيد القائم. وما نراه اليوم هو ربما تنفيذ لعدم التعهد من خلال استهداف معابر حدودية كما قلنا يتناولها الإعلام الإسرائيلي ويتداول المعلومات حولها بكل حماسة واحتفاء حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك من الناصرة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم.